الحمد لله رب العالمين، أما بعد، ذكر العلماء أنه يجب على كل مكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود والوحدانية والقدم والبقاء والقيام بالنفس والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام والمخالفة للحوادث أي للمخلوقات. وشرحها كما يلي إن شاء الله. الوجود، يجب الإيمان بأن الله موجود لا شك في وجوده تعالى، وهو موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة ولا يجري عليه زمان. الوحدانية، الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في فعله. القدم، الله أزلي لا بداية لوجوده، موجود قبل المخلوقات. البقاء، الله أبدي لا نهاية له، لا يفنى ولا يبيد. القيام بالنفس، الله تعالى لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته وكلها محتاجة إليه. القدرة، الله تعالى قادر على كل شيء. الإرادة أي المشيئة، فكل شيء يحصل في العالم بمشيئة الله. العلم، الله عالم بكل الأشياء قبل حصولها. السمع، الله تعالى يسمع المسموعات كلها بدون أذن ولا آلة أخرى. البصر، الله يرى كل المرئيات بدون حدقة ولا آلة أخرى. الحياة، الله حي بدون روح ولحم وقلب، فحياته لا تشبه حياتنا وهو حي لا يموت. الكلام، الله يتكلم بدون لسان وشفتين، وكلامه ليس لغة عربية أو غيرها، لأنه خالق اللغات والحروف والأصوات، وكلامه تعالى لا يشبه كلام العالمين. المخالفة للحوادث، الله لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.